أهلا بكم. منذ 7 أكتوبر ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة جرائم ضد الإنسانية، فقد دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحياء بكاملها، وتم استهداف المدنيين بشكل عشوائي بالقتل والاعتقال والتشريد والتهجير القسري من قطاع غزة، ومارست قوات الاحتلال العقوبات الجماعية والاعتقالات التعسفية الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال ترتكب. نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية لابد أن يكون جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، وأن يمارس بصفة منتظمة لها طابع الاستمرار والانتشار، وهو ما يظهر في حجم الضحايا داخل قطاع غزة والذي وصل لأكثر من 100,000 شهيد ومصاب، يشكل الأطفال والنساء أكثر من 70% منهم. ثاني جرائم الاحتلال ضد الإنسانية في قطاع غزة هي الإبادة، والتي تعرفها المواثيق الدولية بأنها إنكار حق بقاء مجموعات بشرية بعضها أو كلها من خلال القتل المباشر أو إجبار الضحايا على العيش في ظروف تؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان، ويمكن أن تشمل هذه الظروف الحرمان من إمكانية الحصول على الأغذية والأدوية، وهو ذات ما ترتكبه قوات الاحتلال من منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمساكن والمؤسسات والمساجد والمستشفيات والجامعات والمدارس، حتى وصل التدمير إلى ما نسبته 70% من القطاع. أيضا جرم القانون الدولي محاولة نقل مجموعة كبيرة من السكان بالقوة من منطقة إلى أخرى ضمن سياسة حكومية أو طبقا لسلطة دولية، فيما يعرف بجريمة الإبعاد والتهجير القسري، والتي يمكن أن تتم بالطرد أو فعل قسري آخر يضطر السكان على النزوح والهروب، وهو الأمر الذي فطنت له مصر منذ اندلاع الأزمة، وأكدت مرارا وتكرارا رفضه والتحذير منه لما له من مخاطر على القضية الفلسطينية والمنطقة. ويمثل سجن شخص أو مجموعة أو حرمانهم الشديد من الحرية البدنية بدون سند قانوني إحدى الجرائم ضد الإنسانية، والتي تشمل أيضا الاعتقال والاحتجاز التعسفي بدون وجود حكم قضائي سالب للحريات. وكل هذه الأوصاف تنطبق تماما على حملات الاعتقال الإسرائيلية التي تطال الفلسطينيين من غزة والضفة بدون مبرر أو سند شرعي. جريمة الإخفاء القسري تعد من أخطر الجرائم ضد الإنسانية نظرا لتداعياته السلبية على أسر المختفين، وما يقترن به في الغالب من المساس بحياة الضحايا، حيث يعد الإخفاء القسري في الغالب مقدمة لتصفية المختفين جسديا، وللأمم المتحدة إعلان يجرم مثل هذه الممارسات سواء في حالة السلم أو الحرب. بينما تفيد التقارير القادمة من غزة بتوسع قوات الاحتلال في اعتقال وإخفاء عشرات ومئات المدنيين الفلسطينيين. وتعتبر جريمة الاضطهاد من أشد الجرائم ضد الإنسانية خطورة، حيث يطلق عليها جرائم الكره، وفيها يتعمد الجاني حرمان الضحايا من حقوقهم الأساسية على نحو يخالف القواعد المستقرة في القانون الدولي، وذلك لدوافع عنصرية قائمة على القومية أو العرق أو العقيدة أو متعلقة بنوع الجنس. وتمارس قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الاضطهاد المتمثل في حرمانهم من كل حقوقهم الأساسية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لأبرز الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تحت سمع وبصر العالم ودون محاسبة حتى اللحظة. شكرا لكم على طيب المتابعة.